نحن عملنا في الجيل مسلخ، ومن الخيبة القوية بتاعتنا انه اديناه للمخابرات المصرية عشان تديره. ما تقول لي الجيش المصري ولا بتاع مخابرات. مدير المخابرات المصري صرح بانه في كل 100 متر في السودان عنده عين. مجلس السيادة امامه المشروع بتاع انشاء جهاز الامن الداخلي، معطلينه. لشنو؟ لانه كلهم عملاء. الخمسة العسكريين في المجلس السيادي كلهم عملاء، وانا مستعد اواجههم براي. ما داير زول يساندني ولا داير لي محامي ولا داير لي اي حد، كلهم عملاء. حتى مدير الامن الشالته الثوره دنبلاب عنده الجنسيه المصريه عشان تعرف. الناس اليومين دول بيتناقشوا في انه اي زول عنده جنسيه مزدوجه ما مفروض يشغل منصب دستوري او تنفيذي. نحن في يوم من الايام كان عندنا زول لا يحمل الجنسيه السودانيه، وكان بيحمل رتبه فريق في الجيش، وكان مدير مكاتب رئيس الجمهوريه طه عثمان الحسين. عنده جنسيه سعوديه، والسعوديين ما بيدوك التبعيه الا لما تتنازل عن جنسيتك. اتنازل عن جنسيته واخذ التبعيه السعوديه، ومدير مكتب رئيس الجمهوريه. كويس؟ وبيحمل رتبه فريق في الجيش. لما تيجي تقدم الكليه الحربيه قبل ما يشوفوا شهاداتك، الشهادة الثانوية بيشوفوا شهادة الجنسية بتاعتك. ده بيحمل رتبة فريق في الجيش وما عنده جنسية سودانية. علي الحاج في المحكمة قال لهم ألماني من أصول سودانية. أنا انبهرت لما شفت خدوده الحمراء وعيونه الخضراء وشعره الأصفر. يا إخواننا زول لا، الألمانيا نفس الحكاية، ما بتديك جنسية إلا تتنازل عن جنسيتك. زول رئيس حزب في السودان، هذه الدولة الفوضى، رئيس حزب ما عنده جنسية سودانية. ولذلك لما لجأ للسفارة الألمانية قالوا ليه ما عندنا أي حاجة معك، أنت رئيس حزب في الدولة دي، يحكموك زي ما زي. لكن المحاكمات ما حتتم، لأنه يستحيل يكون المجلس العسكري هو الخصيم وهو الحكم. فيك الخصام وانت الخصم والحكم. المجلس التشريعي الثوري يا جماعه عشان يوقف كل الفوضى دي. المجلس التشريعي الثوري لما يبدا باذن الله ويقعدوا الناس داخل المجلس في ام درمان، حنطالب بانه كل الاتفاقيات بتاعت الاستثمار اللي هي ما استثمار هي بيع، كل الاتفاقيات دي مفروض تجي وتتراجع. واي اتفاقيه ما فيها صالح الشعب السوداني وما مذكور فيها ماذا يعود على الشعب السوداني من هذه الاتفاقيه، اما تتعدل واما تتلغي. الاتفاقيات اللي عملها مرغان ادريس الضابط العميل الجبان مع الجيش المصري يجب ان تاتي وتتلغي. الاسبوع اللي احنا فيه ده كان عندنا الحكومه المصريه كلها قاعده هنا، وعند كل قيادات الجيش المصري مجتمعين مع قيادات الجيش السوداني، عملية بتاع البيع. الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، ما عندنا تعديل ولا عندنا كلام في الحكاية دي. الجيش السوداني أكثر جيش أصبح هزيل بعد يونيو 89، لأنه لم يتركوا فيه ضابط أو لم يتركوا فيه ضابط صف أو جندي قلبه على البلد أو مؤهل. ناس صرفت عليهم الدولة ضم قلبها، جو شالوهم بجرة قلم. كانوا جايبين كمية من الضباط الصعاليق العواليق هم اللي بيقرروا. الجيش السوداني في عهد الإنقاذ كان الملازم بيكتب تقرير عن العقيد وعن العميد، إما يترقى وإما يوديه المعاش. فنحن حسا ما عندنا جيش، ما عندنا مجلس سيادة.